الله رح كنا نصلوا إلى 100% زيادة في المحصول. إذن هذا المحصول تقابله أيضا إجراءات أخرى، الغرض منها أولا مرافقة الفلاح ومد يد المساعدة لإدارة هذه العملية في أحسن الظروف الممكنة. احنا سعة التخزين قمنا بتسخير، السيد الوالي مشكور قام بتسخير مخازن إضافة إلى المخزن الرئيسي لتعاونية الحبوب، وإن شاء الله الكمية تاع اللي راه تاع السعة اللي تفوت التوقعات. هذا العام إن شاء الله عام خير وعام بركة، ولو كنا المطر توحر شوية جانا في وقت الربيع ما جاش في وقت الخريف، لكن ساعد الفلاحين.